السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل على حبايبنا شباب أولى بشري. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة إن شاء الله أولى محاضرات الهيستولوجي، وإن شاء الله تكون محاضرة ممتعة ومسلية لأنها للفهم فقط. مش محتاج الفيديو ده، مش محتاج إنك تحفظ ولا كلمة فيه، أنا محتاج بس تقعد تتمزج بيه، تفهم بس الدنيا اللي إحنا داخلين عليها دي عبارة عن إيه. تمام؟ طيب، بداية في موديول الاستراكشر اند فانكشن يا شباب عندك حاجه اسمها مادتين وصفيتين. يعني ايه ماده وصفيه يا دكتور؟ ماده شافت حاجه في جسم الانسان وبدات ان هي توصفها، والله العظمه دي طويله، العظمه دي فيها حفره، فيها كذا، الخليه دي شكلها ووصفها ونعتها. ماده وصفيه، المادة الوصفية لو تناولت هذه الصبورة هتيجي تقول لك ان الصبورة دي مستطيلة، خلفيتها بيضة، والإيدجز بتاعتها معدن. المادة الوصفية يا شباب جاست بس ان هي بتوصف الحاجة اللي هي شايفاها. عندي مادة وصفية اسمها الاناتومي. الاناتومي يا شباب بيوصف الحاجة اللي تقدر تشوفها بعينك، يعني اوصف عضلة، اوصف عظمة، اوصف الكبد مثلا شكله عامل ازاي، اوصف غدة معينة، وهكذا، حاجات تقدر تشوفها بعينك. فهي مادة سهلة التخيل شوية لأن دي حاجة أنت بتشوفها بعينك. طيب بالنسبة للهيستولوجي هي مادة وصفية بس بتوصف الخلايا والأنسجة. هل تقدر تشوف الخلية بعينك؟ قلت لك لا، أنت لازم تكبرها مستخدما ما يسمى بالمايكروسكوب عشان تقدر تشوف الخلية. وبتبتدي بقى توصف الخلية، الخلية دي مدورة، الخلية دي مربعة، الخلية دي اسطوانية الشكل، بتبتدي توصف الخلية. تمام؟ ده بالنسبة لمادة الهيستولوجي. مادة في تخيلها وفهمها صعب شوية، لذلك إن شاء الله هحتاج منك أثناء الشرح وقبل ما تفتح فيديو الهيستولوجي يكون معاك قلمين بلونين مختلفين، حبذا أزرق وأحمر. اللونين دول هنحتاجهم عشان انا هرسم رسمه على السبوره هتلاقيها مرسومه بقى عندك في المذكره، حاططها صوره عندك في المذكره، بس هطلب من حضرتك ترسمها ورايا عشان تحفظ ورايا وتكون قافل الفيديو حافظ باذن الله. دي اول نقطه. تاني نقطه ان شاء الله عشان اتخيلها اكتر ونتدبر عظمه الخالق في صنع جسمنا على مستوى الخليه الصغيره، في فيديوهات انيميشن على طول هتلاقيها في الفيديوهات عشان تبقى متخيل الدنيا معايا وفاهم الدنيا معايا ان شاء الله. في اخر كل فيديو شرح منهج يعني هيبقى في فيديو صغير كده قراءه مذكره، نقرا مع بعض الكلام ونحل مع بعض الشفرات اللي موجوده في هذه الماده. يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما قلت لك الفيديو الاولاني ده مقدمه بحته، مش عايزك تحفظ فيه كلمه، انت اسمع وتمزج بس. الفيديو ده كله مش عايزة تحفظ في كده. يلا سم الله كده وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. الهيستولوجي يعني ايه؟ كلمة هيستولوجي، اولوجي يعني علم، وهيستو يعني نسيج او تشو او خلية. طيب فهيستولوجي هو علم دراسة الخلايا والانسجة. طب عشان ادرس الخلايا والانسجة لازم عشان اشوفهم احتاج مايكروسكوب. إذن دعنا نتكلم عن المايكروسكوب. المايكروسكوب يا شباب فيه منه نوعين، مايكروسكوب إلكتروني إلكترون مايكروسكوب، ومايكروسكوب ضوئي لايت مايكروسكوب. ركز كده معايا شباب عشان الحاجات دي مهمة والناس بتغفل عنها. شباب في المذكرة إن شاء الله يعني وفي الامتحان لما تشوف كلمة EM يقصد بيها الإلكترون مايكروسكوب، يجي في الامتحان يقول لك EM of mitochondria مثلا، اوصف لي ازاي بشوف الميتوكوندريا تحت الإلكترون مايكروسكوب. فانت لازم تبقى عارف ان EM ده اختصار الإلكترون مايكروسكوب، والال ام اللي هو اللايت مايكروسكوب اختصاره ايه؟ اختصاره ال ام. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب ايه الفروقات ما بينهم في رايك؟ هسالك سؤال وانت وضميرك يعني. عندك الكترون مايكروسكوب وعندك لايت مايكروسكوب، مين اللي يكبر لي الحاجه اكبر؟ يعني ايه؟ يعني اللي اقدر اشوف بيه التفاصيل الدقيقه بتاعه الخليه. الالكترون مايكروسكوب ولا اللايت مايكروسكوب؟ الاجابه طبعا الكترون مايكروسكوب، هو ادق. إذن بستخدم الإلكترون مايكروسكوب لرؤية التفاصيل الدقيقة بتاعة الخلية.
بينما المايك مايكروسكوب ما بقدرش اشوف التفاصيل اللي جوه الخلية، هو حاجة بسيطة بس كده. يبقى الالكترون دقيق، ممكن تكبر بيه، ممكن تزوم لعند ما تخش جوه الخلية نفسها وتشوف ايه اللي موجود جوه الخلية. ده مين؟ ده الالكترون مايكروسكوب. بينما اللايت مايكروسكوب يا شباب متخصص ان هو يشوف الخلية من الخارج فقط، بيتفرج على الخلية من بره. واللايت مايكروسكوب بيحدد احتمال وظيفة الخلية، هنعرفها كمان شوية. كلام في الفاضي كله. الكترون مايكروسكوب ولايت مايكروسكوب. الالكترون دقيق، يقدر يخش جوه الخلية ويعرف الخبايا اللي موجودة جواها، فده لرؤية التفاصيل الدقيقة. لو عايز تتعمق في الخلية تاخد الصورة بالالكترون مايكروسكوب. انما لو باللايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب انا بتفرج على الخلية من بره بس، شكلها عامل ايه، لونها عامل ايه، ومن لونها بنبتدي نحدد الوظيفة زي ما هنعرف قدام. طيب النقطة اللي بعدها، النقطة اللي بعدها شباب، زي ما قلت لك ان اللايت مايكروسكوب لو اخدت منه صورة فالصورة بتطلع الوان ازرق احمر بني اخضر، الصورة بتطلع الوان، تمام. انما الالكترون مايكروسكوب الصورة بتكون ابيض واسود، الصورة بتكون ابيض واسود. طيب كلمة ابيض ليها مصطلح واسود ليها مصطلح، نعرف مع بعض شوية مصطلحات هيستولوجية عشان لما نبدأ الدنيا ما تبقاش صعبة. بص كده، لو الجزء اللي في الصورة يا شباب ابيض، بنقول عليه ان الجزء ده الكترون ليوزنت. يعني ايه الكترون ليوزنت؟ الكترون عشان هو تبع الالكترون مايكروسكوب، ليوزنت هي كلمة لاتينية معناها فاتح، الانجليزي بتاعها لايت، لايت يعني فاتح صح؟ اه، اللاتيني ليوزنت، فنتربطهم مع بعض عشان ما تنساش بس ان الالكترون ليوزنت هي كلمة لايت، فالمنطقة دي فاتحة، المنطقة دي بيضاء. طيب النقطة اللي بعدها، لو المنطقة في الصورة بتاعت الالكترون مايكروسكوب سودة او غامقة، بنقول عليها ايه؟ دنس، الكترون دنس. كلمة دنس هي كلمة لاتينية وانجليزية معناها اسود او دارك صح؟ اه هيك دارك. يبقى كلام انا عارف انك مش متخيله دلوقتي، بس لما نخش في المنهج هتعرف ايه اهميته. يبقى ابيض يعني ايه؟ ابيض يعني لايت، يعني فاتح، يعني الكترون ليوسنت، احفظ معايا. اسود الكترون دنس، اسود الكترون دنس، ماشي. طيب الصبغه المستخدمه في الالكترون مايكروسكوب، الصبغه دي اسمها مهم جدا، اسمها اوزميوم تتروكسايد. اسمها ايه؟ اوزميوم تتروكسايد، هيتكرر معانا كتير، استحفظها من دلوقتي شغال. الصبغة المستخدمة في الالكترون مايكروسكوب اسمها اوزميوم تتروكسايد. فايدتها ايه الصبغة دي؟ انا برمي الصبغة على الخلية، برمي الصبغة على الخلية وبعد كده ابتدي اشوف. لما ابتدي اشوف بشوف الصورة ابيض واسود، الجزء الابيض بقول عليه الكترون ليوسنت والجزء الاسود بقول عليه الكترون دنس. الكلام ده هنعرفه قدام بالتفصيل. اول جزء اللي هو السيل ميمبرين، اول جزء هنعرف يعني ايه خليه ويعني ايه صبغه ويعني ايه ليوسنت ويعني ايه دنس. طيب عايزك بس تعرف لي مصطلحات فقط. طيب هنا في اللايت مايكروسكوب، في اللايت مايكروسكوب مفيش صبغه بعينها، في صبغات كتير حضرتك ممكن تستخدمها، ولكن اشهر صبغه بستخدمها هي صبغه اسمها الاتش اند اي. اختصار ايه ال H and E؟ H اختصار هيماتوكسلين، مالكش دعوه بيها، مالكش دعوه باللي انا قلته ده. وال E اختصار ايوسين، مالكش دعوه باللي انا قلته برضه، احفظها H and E. اسم الصبغه ايه؟ H and E. لو حد سالك H and E يعني ايه؟ قول له هبه وايمان. H and E ده اسم الصبغه، تمام؟ طيب ال H and E او الهيماتوكسلين اند ايوسين بتصبغ لي الخليه. انا زي ما قلت لك بجيب الخليه بحط عليها الصبغه وهبتدي اشوفها، بس هشوفها تحت لايت مايكروسكوب، فانا هشوفها الوان. لو حطيت صبغه اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين هتصبغ لي الخليه بالوان عامله ازاي؟ بتصبغ لي اجزاء من الخليه باللون الازرق واجزاء باللون الاحمر،
فالجزء الازرق بقول عليه بيزوفيليك، انما الجزء الاحمر بقول عليه اسيدوفيليك عشان ما تنساش. ازرق بالانجليزي يعني ايه؟ ازرق بالانجليزي يعني بلو. فلما اقول لك ان الجزئيه دي زرقاء افتكر كلمه بلو واقول بيزوفيليك، البي مع البي، ازرق بلو، فهو بيزوفيليك. في اي مشاكل؟ انما الاحمر بنقول عليه ايه؟ اسيدوفيليك. يبقى تاني، الصبغه اشهر صبغه بستخدمها اسمها الاتش اند اي، مالكش دعوه بالاسم الكبير بتاعها، ده هناخده في العمل ان شاء الله. الاتش اند اي ازرق واحمر، الازرق بلو بنقول عليه بيزوفيليك، الاحمر اسيدوفيليك. هل هذا الكلام بيه بروبلم لعند دلوقتي؟ اعتقد لا. طيب دي اشهر صبغه، ممكن استخدم صبغه ثانيه يا دكتور؟ اه ممكن. تجيب خليه وتقوم جاي رشش عليها صبغه اسمها سيلفر. اسمها ايه؟ سيلفر. سيلفر ستين، وكلمه ستين يعني صبغه. فانا بعمل حاجه او برش صبغه اسمها سيلفر ستين. طيب لما ارش السيلفر ستين دي على الخليه بيتغير بعض اجزاء الخليه للون البني. انهي جزء يعني في الخليه يا دكتور اللي بتغير للون البني؟ جزء كده او تركيب في الخليه، هذا التركيب اسمه جهاز جولجي، لو سمعت عنه قبل كده. ولو ما سمعتش اديني بقول لك ان في حاجه جوه الخليه اسمها جولجي كومبلكس، لسه هندرسها بالتفصيل بس دي مقدمه، اعرفها في نفسك دلوقتي. الجولجي كومبلكس من اشهر الامسكيوهات اللي بتنزل في الامتحان. يجي يقول لك سيلفر ستين از يوزد تو ديمونستريت، يعني ايه؟ الصبغه اللي اسمها السيلفر دي بتستخدم في توضيح. ديمونستريت يعني بيوضح، والكلام ده هنعرفه قدام. في توضيح انهي جزء من الخليه، وحاطط لك اختيارات كتير، من ضمن الاختيارات جولجي كومبلكس. فانت هتختار مين؟ هختار الجولجي كومبلكس. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب النقطه اللي بعدها، صبغه اسمها جينوس جرين بي. صبغه اسمها جينوس جرين بي، اسمها جرين، يبقى تلون الخلايا باللون الاخضر. بتلون الخلايا كلها ولا جزء منها؟ لا، بتلون جزء من الخليه. هذا الجزء يا شباب اللي تلون باللون الاخضر اسمه ميتوكوندريا. مفيش حد ما سمعش عنها. الميتوكوندريا. تمام؟ تمام يا دكتور. يبقى المقدمه تاني. انا بكلمك في ايه؟ بكلمك في الميكروسكوبات. عندك حاجه اسمها الكترون ميكروسكوب، وعندك حاجه اسمها لايت ميكروسكوب. مين الادق؟ مين اللي يقدر يخش جوه الخليه لو انا محتاج اخش واشوف التفاصيل بتاعت الخليه؟ ده الالكترون ميكروسكوب، بينما اللايت بيتفرج من بره وبيشوف اللون، وعلى حسب اللون بتاع الخليه بنحدد الوظيفه بتاعتها. طيب النقطه اللي بعدها، ايه هي الصبغه المستخدمه في الالكترون ميكروسكوب؟ الصبغه المستخدمه هنا اوزميوم تتروكسايد، انما الصبغه المستخدمه هنا صبغات كتير وحدث ولا حرج. الالوان اللي بتظهر لي والله في الالكترون ميكروسكوب بتكون ابيض واسود. كلمه ابيض يعني فاتح يعني لايت، الكترون ليوسنت، كلمه اسود يعني غامق او دارك، فبنسميها الكترون دنس. اللايت مايكروسكوب يا شباب على حسب الصبغه هيكون اللون. والله لو الصبغه اسمها اتش اند اي، ازرق واحمر، ازرق يعني بيزوفيليك، احمر يعني اسيدوفيليك. في عندك حاجه اسمها سيلفر ستين. يعني ايه سيلفر ستين؟ دي صبغه بستخدمها عشان اشوف الجولجي كومبلكس، بيتصبغ باللون الايه؟ البني. ماشي. طيب في صبغه اسمها الجينوس جرين بي، بتصبغ لي الميتوكوندريا فقط باللون الايه؟ الاخضر، فدي متخصصه للميتوكوندريا. هل هذا الكلام فيه مشاكل؟ ان شاء الله لا. طيب حاجات انت عارفها اكيد اخدتها مع دكتور ابراهيم، وبالمناسبه انا استنيت لما دكتور ابراهيم يبدا، دكتور نجيب يبدا، ودكتور وجيه يبدا عشان خاطر الكلام يبقى سهل شويه. ركز كده معايا. هيدروفيليك يعني ايه؟ كلمه هيدروفيليك، فيليك يعني محب، وهيدرو يعني ميه، فهيدروفيليك يعني محب للميه. هيدروفيليك اللي بيحب الميه بيكره الزيت، اللي بيحب الميه بيكره الزيت. ليه؟ اسال استاذ عادل امام يقول لك هل يختلط الزيت بالماء؟ ما ينفعش، صح؟ طيب فهيدروفيليك هياها لايبوفوبيك. طبعا الكلام سهل انت اخدته. هيدروفيليك يعني ايه؟ محب للميه.
طب لايجوفوبيك، فوبيا يعني خوف صح او كره، كره من الليبد او الدهون او الزيوت، تمام. فهايدروفيلك هي كلمه لايجوفوبيك عشان لو قابلتك ولا حاجه. طيب هايدروفوبيك، هايدرو ايه؟ فوبيك يعني بيكره الميه، هيها لايجوفيلك. طيب انت بتقول لي او حاطط لي الملحوظه دي ليه؟ عشان ان شاء الله واحنا بنشرح باذن الله هاجي اقول لك ان الجزئيه دي مكتوب عندك في المذكره وموجوده في الكتاب بتاعك، الجزئيه دي هايدروفيلك يعني محبه للميه. تيجي تنزل لك في الامتحان ام سي كيو ويقول لك ان الجزئيه دي هايدروفوبيك ولا لايبوفيلك، هي كانت ايه؟ هايدروفيلك. ماشي، مديك في الاختيارات هايدروفوبيك، طبعا اجابه خاطئه. لايبوفيلك، لا طبعا. ما هايدروفوبيك هي لايبوفيلك، لا طبعا. لايبوفوبيك دي صح، نمز اضاف، مفيش حاجه صح. لا ده انت هتختار لايبوفوبيك، يبقى انت كنت حافظها موجوده في المذكره وموجوده في الداتا عندك ان هي هايدروفيلك، بتبص في الامتحان ما لقيتش هايدروفيلك بس لقيت معناها هايدروفيلك، هي كلمه ايه؟ لايبوفوبيك. خد بالك هما بيحبوا لما بييجوا يلعبوا بيلعبوا في النقط دي، بيجيب لك مصطلح موجود عندك في الكتاب ويقوم جاي مغيره المعنى تاني. تمام يا شباب؟ تمام يا لطفي. طيب نخش على الجزئيه اللي بعدها عشان تفهم بس احتماليه وظيفيه الخليه. بقول لك ان الخليه ان شاء الله هنفهمها واحنا بنشرح، لو الخليه معظمها كده متلون باللون الازرق يعني الخليه لونها ازرق، احتمال كبير جدا ان الخليه دي بتصنع بروتين، في بروتين بيخرج من هذه الخليه. طيب لو الخليه لونها متلون باللون الاحمر فاحتمال كبير جدا ان الخليه دي بتصنع دهون، بتصنع ليبيد. في نوع من انواع الدهون يا شباب اسمه ستيرويد، على نطاق دراستك دلوقتي في الموديول الاولاني اعرف لي ان الليبيد هي كلمه ستيرويد، هي كلمه ايه؟ ستيرويد. هو الستيرويد نوع من انواع الليبيد، بس على نطاق دراستك اعرف لي ان الليبيد هو الايه؟ الستيرويد. تمام، يبقى خليه هتصنع ليبيد او ستيرويد هتصبغ باللون الاحمر، انما خليه بتصنع بروتين هتصبغ باللون الازرق. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. خلصنا صبرتنا، تعالوا نتفرج على فيديو انيميشن، انا مش محتاج منك غير انك تقعد تسمع فقط كلام، ممكن تكون انت مش فاهم نص الكلام دلوقتي بس الكلام ده هيفيدك جدا قدام، سجله بس كده في عقلك الباطن وسيبه. تمام، اتفرج على الفيديو الانيميشن ونخلص الفيديو بتاعنا اللي هو الانترودكشن المهمه جدا عشان نستمتع بالماده. ادي يا شباب شكل الخليه من بره. الخليه من بره بتتركب من ايه؟ الجدار اللي حوالين الخليه ده يا شباب بنسميه سيل ممبرين، الجدار اللي حوالين الخليه ليه اسم تاني اسمه بلازما ممبرين، الجدار اللي حوالين البلازما او السيتوبلازم اللي جوه الخليه ليه اسم تالت بس لاتيني، بلازما لما. ليه اسم تالت اسمه ايه؟ بلازما لما. اصل كلمه لما كلمة لاتينية معناها ممبرين، حضرتك أخدت المصطلح ده في الأحياء، أخدت حاجة اسمها ساركوليما أو ساركوليما، ساركو يعني عضلة مخططة، ليما يعني جدار أو الممبرين الغشاء بتاع العضلة المخططة كان اسمه إيه؟ ساركوليما، دي كلمة من الأحياء. فالسيل ممبرين اللي بره ده له ثلاث أسماء، سيل ممبرين رقم واحد، بلازما ممبرين رقم اتنين، أو بلازما لما. طيب أدي الخلية من بره أهو يا شباب، هنتكلم عن الأورجانيلز أو العضيات اللي جوه الخلية نفسها، يعني أنا هخش جوه الخلية إذا مستخدما الإلكترون مايكروسكوب، بس ده فيديو إنيميشن طبعا فأنا جايب لك الحاجات ملونة. طيب لما دخلت جوه الخلية ايه اللي تم؟ بص كده، الميه اللي احنا سابحين فيها دي اسمها السيتوبلازم، اللي في النص دي يا شباب اسمها النيوكلياس، اللي في النص دي اسمها الايه؟ النيوكلياس او النواه بتاعت الخليه، نواه يعني نيوكلياس. النيوكلياس حواليها شويه حاجات كده هنتكلم عنها كمان شويه، يلا بينا نبدا بالنواه. خش لي يا ابني يلا جوه النواه. لما دخلت جوه النواة يا شباب لقيت جوه النواة ستراكشر كده اسمه الدي ان ايه.
طبعا الدي ان ايه ده شباب زي ما انت شايف دبل ستراندد اهو، وموجود جوه النواه. الدي ان ايه ده يا شباب مش موجود بالصوره دي فقط، لا هو بيلف حوالين نفسه عشان يديني حاجه اسمها كروماتين، عشان يديني حاجه اسمها الايه الكروماتين. ادي جدار النواه اهو، نيوكليار ميمبرين، ده جدار النواه، وادي الكروماتين موجود جوه النواه. طول ما الخليه ما بتنقسمش جوه النواه كروماتين، طول ما الخليه ما بتنقسمش جوه النواه كروماتين. طب بص كده، اول ما الخليه تنوي ان هي تنقسم، ايه اللي هيحصل في الكروماتين؟ ركز في النقطه اللي جايه. الكروماتين بيحصل له ايه؟ الكروماتين عمال يتني ويلف حوالين نفسه عشان يصنع لي ما يسمى باسم الكروموزوم. يبقى خد بالك، جوه النواه كان في دي ان ايه، الدي ان ايه لف حوالين نفسه عشان يعمل لي كروماتين. الكروماتين موجود جوه الخليه طالما هي ما بتنقسمش، طالما هي نوت ديفايد ما بتنقسمش. اول ما الخليه تبتدي تنقسم الكروماتين زي ما انت شفت بيفضل يديني حوالين نفسه عشان يعمل لي ما يسمى بالكروموزوم. طيب ده بالنسبه للحاجات اللي جوه النواه من الجيناتيك ماتيريال، الماده الوراثيه. طب ايه الاستراكشر ده؟ جوه النواه في حاجه اسمها نويه، انا قلت لك نواه بالانجليزي يعني نيوكليوس. طب تصغير نيوكليوس بنسميها نيوكليولس، يعني ايه نيوكليولس؟ نويه، وهي تصغير النواه. طب النيوكليولس دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتصنع الحاجات الصفراء اللي خرجت دي، والحاجات دي لسه هنتكلم عنها، اسمها الريبوزوم. اذا النيوكليولس النويه بتصنع ريبوزومز. ماشي يا دكتور. طيب الريبوزومز دي، الريبوزومز بدأت تخرج من الفتحات اللي موجودة في جدار النواة. فتحة يعني بور، فتحة موجودة في جدار النواة بنسميها نيوكليار بور. خرجت منها الريبوزومات أو الجزيئات الصفراء أهي. الجزيئات الصفراء لما بتخرج بتروح في حتتين، يا إما تمشي في السيتوبلازم زي ما أنتوا شايفين كده، ماشية في السيتوبلازم لا بيها ولا عليها، ماشية تتجول في السيتوبلازم، أو بتروح تمسك في أورجانيل هنتكلم عنه كمان شوية. يبقى الريبوزومات اللي اتصنعت جوه النيوكليولس، احنا بنحكي قصة، تخيلها قصة، مش عايزك تحفظ حاجة، أنا عايزك تفهم بس الدنيا ماشية إزاي، قصة، فيلم بتتفرج عليه. طيب الحاجات الصفراء أهي الريبوزومات بدأت تمشي في السيتوبلازم، في جزء بيمشي في السيتوبلازم لوحده، وفي جزء بيروح يمسك في الشبكة الإندوبلازمية اللي هنتكلم عنها كمان شوية، بص كده. طيب وظيفة الريبوزومات إيه؟ أهو في جزء بيمشي في السيتوبلازم وفي جزء هيروح يمسك في الشبكة الإندوبلازمية. طيب يلا بينا نتكلم عن الشبكة الإندوبلازمية. الشبكة الإندوبلازمية يا شباب بيمسك فيها الحاجات الصفراء أهي اللي اسمها الريبوزومات. طيب عايز أقول لك إن في جزء تاني من الشبكة الإندوبلازمية ما بيمسكش فيه ريبوزومات. طيب ايه الفرق بينهم كعلم وصفي؟ كعلم وصفي شبكة اندوبلازمية بنسميها اندوبلازميك ريتيكولم، وكلمة ريتيكولم هي كلمة لاتينية بمعنى شبكة. طيب انا عندي نوعين من الشبكة الاندوبلازمية. كعلم وصفي لما جيت اشوف الشبكة الاندوبلازمية دي لقيتها خشنة. ليه خشنة؟ على سطحها ريبوزومات، وهذه الريبوزومات خلتها خشنة، فبنسميها رف اندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه الخشنه وخشونتها نظرا لارتباط الريبوزومات بها. ولكن هذه الشبكه الاندوبلازميه هي شبكه اندوبلازميه برضو مش موجود عليها ريبوزومات، فبحس ان سطحها ناعم، بشوف كده ان سطحها ناعم. ليه؟ لان مش مرتبط بها ريبوزومات. هل هذا الكلام تقيل؟ لا، انا شايف ان هو كلام سهل. طيب ايه هي وظيفة الريبوزومات، او ايه هي وظيفة الرف اندوبلازميك ريتيكولوم الخشنة دي؟ وظيفتها ان بيتصنع جواها البروتين، البروتين بيتصنع جواها شوية امينو اسيد اهي يا شباب ماسكة في بعضها كده، وبتصنع لي ما يسمى بالبروتين. البروتين اتصنع جوه الار اي ار، طب هيحصل له ايه؟ هيخرج من الار اي ار في حويصلات تحمله اهو،
حويصلة بالإنجليزي يعني فيزيكال. آدي الحويصلات يا شباب وهي شايلة البروتين جواها. الحويصلات خرجت من هنا، خرجت من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم، رايحة فين؟ رايحة لما يسمى بالجولجي كومبليكس أو الجولجي أبيريتس أو الجولجي بادي. أعرف لي بس كلمة جولجي وخلصت. رايحة لمين؟ رايحة للجولجي. طيب خير يا رب، هتروح للجولجي تعمل ايه؟ دخلت اهو جوه الجولجي. البروتين اللي اتصنع ده شباب كان بروتين خام، ما ينفعش استخدمه في اي حاجة، لا ده بروتين خام. المفروض البروتين الخام ده هيتني حوالين نفسه ويتعقد عشان ابتدي استخدمه في الاستخدامات المختلفة للخلية. ادي البروتين اهو عمال يتعقد. طيب بعد ما اتعقد ممكن استخدمه كده او ان انا اعدل عليه، اضيف عليه ليبيد مثلا، ده ليبيد جه مسك في البروتين، او اضيف على البروتين جلوكوز، تمام، او كربوهيدرات يعني، تمام يا شباب. طيب يبقى وظيفة الجولجي ايه؟ وظيفة الجولجي نرجع بس كده بالصورة، وظيفة الجولجي يا شباب ان هو ياخد البروتين الخام اللي لسه متصنع من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم ويقوم جاي تاني حوالين نفسه، والنقطة اللي بعدها ممكن يعدل عليه، ممكن يضيف عليه ليبيد او يضيف عليه كربوهيدرات. طبعا انا عايزك تسمع الكلام، الكلام ده هيفيدنا جدا قدام، ده ملخص الشابتر كله. طيب هنتكلم دلوقتي عن اورجانيل تاني موجود جوه الخلية. هذا الاورجانيل يا شباب اسمه لايسوزوم. اسمه ايه؟ لايسوزوم. كلمة زوم كلمة لاتينية معناها جسم، ولايسو جاية من كلمة لايسز يعني تكسير. اذا الجسم ده شباب او الاورجانيل ده موجود جوه الخلية وظيفته ان هو يكسر. هيكسر ايه يا ترى؟ هذا الجسم يا شباب بياخد مثلا لو في بكتيريا دخلت جوه الخلية، هو يدخلها جواه ياكلها جواه ويبتدي يكسر البكتيريا دي قبل ما تأذي الخلية. تعالوا نشوف العملية دي بتتم ازاي. دي بكتيريا مثلا او جسم غريب دخل جوه الخلية، هيقوم جاي واكله مدخله جواه وبيفرز عليه شوية انزيمات. بص ايه اللي هيحصل في البكتيريا، البكتيريا هتختفي. ليه؟ اتاكلت او اتهضمت بفعل ما يسمى باللايسوزوم. بعد كده هننتقل لأورجانيل تاني اسمه الميتوكوندريا. شايف شكل الميتوكوندريا؟ شبه سجوقية كده، ماشي. الميتوكوندريا دي ايه وظيفتها؟ هذه الميتوكوندريا وظيفتها سيلولار ريسبيريشن او عملية بتسمى انتاج الطاقة. اذا الميتوكوندريا هي اللي بتنتج طاقة للخلية، هي اللي بتخلي الخلية تشتغل. الميتوكوندريا وظيفتها ايه؟ انتاج الطاقة. دي الكلمة اللي انا عايزك تعرفها دلوقتي. طيب بعد كده دي الميتوكوندريا، ايه الميتوكوندريا كتير قدامك. بعد كده ده دي الخلية، رجعنا تاني نراجع كده اللي احنا خدناه. ادي النواة، جوه النواة شبكة او حوالين النواة شبكة اندوبلازمية، في منها نوعين رف وسموز. الرف رف ليه؟ عشان كان ماسك فيها ريبوزومات، والسموز سموز ليه؟ عشان ما كانش فيها ماسك ريبوزومات. ايه ده؟ ده الجولجي، الحاجات اللي بتتصنع في الرف وهي لسه خام بتروح للجولجي، الجولجي بيعدل عليها. طيب ايه السجوقات الكتير دي كلها؟ دي ميتوكوندريا. طب ايه ده يا دكتور؟ ده لايسوزوم. ده مراجعة سريعة كده للي احنا اخدناه او اللي احنا عرفناه دلوقتي. طيب هي ازاي الخلية ماسكة نفسها كده؟ ازاي الخلية محافظة على الشكل الدائري بتاعها؟ الخلية يا شباب بتحافظ على الشكل الدائري بتاعها نظرا لوجود شبكة من الخيوط جواها. شبكة الخيوط دي يا شباب بنسميها سيتوسكيلتون، وكلمة سكيلتون يعني هيكل الخلية. طبعا يا شباب هو ليه الإنسان محافظ على شكله كده؟ الإنسان محافظ على شكله نظرا لوجود السكيلتون بتاعه اللي هو الهيكل العظمي بتاعه. شيل العظم كده من الإنسان، شيل كده العظم من الإنسان، تخيلها بس، شيل العظم من الإنسان، الإنسان هيقع على الأرض وهيبقى حاجة رخوة كده. تمام. يبقى اللي محافظ على ثبات شكل الانسان هو السكيلتون بتاعه. كذلك الخليه ليها سكيلتون، السكيلتون بتاع الخليه بعض الانابيب
مواسير كده موجودة جوه الخلية، وبعض الخيوط موجودة جوه الخلية في صورة شبكة. الشبكة دي هي اللي محافظة على شكل الخلية. بنسميهم ايه؟ بنسميهم سايتوسكيلتون. يعني كلمة سايتوسكيلتون يعني الهيكل بتاع الخلية. كده يا شباب قدرنا ان احنا نتعرف على تركيب الخلية، او ايه هي الحاجات اللي موجودة جوه الخلية، وهو ده الشابتر الاولاني بتاعي، هنتكلم عن الخلية وما بداخلها. الفيديو ده فيديو مهم بس للفهم فقط. لو حضرتك عايز تحفظ بص لي كده على اول صفحة عندك في المذاكرة، اعرف لي ايه هي الصبغات المستخدمة وايه لون كل حاجة، اعرف لي بس الصبغات. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. اتمنى الفيديو الاولاني يكون لذيذ، وهيا بنا نبدأ في اول فيديوهاتنا ان شاء الله اللي اسمها سيل ميمبرين.